ازيكم يا صحابي يا حلوين؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم مسنوع الجنجي من قناة فلاش التعليمية. يلا حبايبي الصغنن اللي في كيج وان، هنكمل مع بعض شرح النهاردة المحور التاني The World Around Me. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، كلنا نجري نجيب الكتاب ونفتح على بيج 67. بيج 67، ايوه اللي موجودة في الفصل التاني How to Care. How to Care، ايوه هاو تو كير يعني كيف نعتني. احنا هنتعرف الفصل ده احنا نعتني بايه، والنهارده هنشرح درس اسمه ايه يا ترى؟ اسمه ايه؟ سيرفايفل. سيرفايفل، ايوه قول ورايا سيرفايفل. قول تاني كده سيرفايفل. سيرفايفل يعني ايه بقى سيرفايفل؟ الكلمه الكبيره قوي دي يعني البقاء حيا. بتقولي ايه يا ميس؟ البقاء حيا؟ طب ما انا عايش وزي الفل اهوت، وعندي بيت جميل كبير فيه كل اللي انا عاوزه، عندي فيه تلاجة مليانة اكل، وعندي فيه تكييف ومروحة اما بكون حران بشغلهم، وعندي بطانية تقيلة اما بكون بردان بقعد استغطى تحتيها. اتكلم عن الحيوانات، الحيوانات المسكينة الغلبانة ديت اللي عايشة في البرد الجامد وفي الحر الجامد، واللي عايشة في المية ازاي بتعرف تتكيف وازاي بتعرف تقدر تعيش في البيئة القاسية ديت؟ الحيوانات ديت ربنا مديها حاجات تقدر تتكيف بيها مع العيش مع البيئات القاسية اللي هي عايشة فيها. يلا نتعرف مع بعض مع اول حيوان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الجمل. اوه الجمل اهو، اسمه ما اسموش الجمل بقى، اسمه كامل. اسمه ايه؟ كامل. اه الجمل عندك بيعيش فين يا حبايبي؟ بيعيش في الديزرت. الديزرت، ايوه بيعيش في الديزرت في الصحراء. طب ويا عيني الصحراء ديت مليانه رمل، والرمل دوت رايح جاي يميل وشمال، تيجي الرياح والاعاصير بتطيره، طب هو هيعمل ايه؟ اه نبص كده على عينيه، عينيه الكبيره ديت عنده فيها ايه؟ عنده رموش طويله. الرموش الطويله ديت اما يجي الرمل يطير بدل ما يخش في عينه وعينيه توجعه يا عيني، ويقدر مش شايف ومش عارف يمشي في الصحراء، لا الرموش الطويله ديت بتحمي عينيه من الرمل يخش فيها. وعنده ايه تاني عشان يقدر يعيش في الرمل الكتير دوت؟ عنده رجلين كبيره قوي. اه بصوا رجليه كبيره ازاي، وبص مقسومه من هنا ازاي عشان يقدر يمشي في الرمله، وعنده من تحتيها حاجه اسمها خف. الخف دوت يا صحابي حاجه عامله زي السفنجه كده يقدر يمشي بيها على الرمله وما يغرسش، وبكده ربنا يكون مديله حاجات يقدر يتكيف بيها مع العيشه في الديزرت. طيب ايه تاني بقى بيعيش في الديزرت؟ صبار. ايه ده يا ماما؟ ده الصبار. صبار يعني ايه؟ كاكتوس. صبار يعني ايه؟ كاكتوس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عنده شوك كتير يا مام يا مام، الشوك ده هيشوكني. ايوه ما ربنا خلق له الشوك دوت علشان اي حد يجي يفكر ياكله او يمسكه يقوم مشكوك في ايده وبقه على طول، عشان زي ما احنا عارفين ان الصحراء ما فيهاش اكل كتير وما فيهاش نباتات كتير، فسهل جدا ان هو يتاكل، فما بيكون عنده الشوك دوت اي حد يجي يمسكه او ياكله هيشك، مش هيفكر تاني ان هو ياكله، وبكده هيقدر يعيش في الصحراء وهو مطمن. طيب نشوف بقى الصحراء والحر القوي قوي قوي دوت، ونروح فين بقى؟ اهو ايه ده؟ دي الدبه. دبه ايه بقى؟ ما اسمهاش دبه، اسمها بولار بير. اسمها ايه يا حبايبي؟ بولار بير يعني الدب القطبي. اه يا ميس انا عارف الدبه ديت، كل ما بروح جنينه الحيوانات بلاقي قاعده تحت الدش، وقول ايه ده هو حر صيف شتاء بتبقى قاعده كده تحت الدش؟ اه احنا لو رحنا جنينه الحيوانات في عز الشتاء هنلاقي الدب قاعده تحت الدش وقاعده تحت الميه الساقعه. ما هي لازم تعمل كده عشان هي اصلا متعوده بتعيش فين؟ متعوده بتعيش في التلج، في السنو، متعوده تعيش في البيئه الثلجيه، في السنوي انفايرومنت، في البيئه الثلجيه. طب ويعني بقى بتقدر تعمل ايه في الثلج ده والبرد ده؟ هو احنا يا حبايبي مش لما نيجي خارجين بالليل رايحين نتفسح مع مامي وبابي، مامي بتطلع لنا ايه؟ بتطلع لنا الجاكيت التقيله ابو فروه، ونبقى ماشيين بقى لابسينه كده ومتدفيين. هي برضو الدب عندها فروه كتيره، فروه تقيله وجلد سميك جدا عشان يحميها من البرد. وعندها ايه تاني تقدر تعيش فيه وسط التلج؟ اه ايه ده ايه ده ايه ده يا ماما ضوافرها الطويله ديت؟ لا دي مسهاش ضوافر، دي اسمها مخالب. اسمها ايه؟ اسمها مخالب. مخالب يعني ايه؟ كلاوز. كلاوز يا مامي دي شكلها وحش قوي وكبيره قوي. ايوه ما هي لازم تكون كبيره عشان تقدر تحفر فيها وسط التلج وتمشي فيها وسط التلج علشان تعرف تروح تجيب المام لاولادها، وبكده تقدر تعيش وسط التلج. طب احنا كده شفنا اللي بيعيش في الصحراء، وشفنا اللي بيعيش في التلج، وشفنا اللي بيعيش في الرملة، عاوزين بقى نشوف يعني الاسماك الغلابة بقى كده اللي بيعيشوا في البحر. تعالوا من بعض. ايه ده يا مامي؟ دي سمكة القرش. لا لا لا
سنة ولا حاجة، تبص سنانها كبيرة ازاي خالص، وعاملة زي السكينة بتقطع أي حاجة. ده احنا كلنا عارفينه، ذا شارك، كل الأسماك الصغننة يا عيني بتخاف منه. وكمان عنده ديل كبير قوي عشان يعرف يجري بسرعة من أي حد عاوز ياكله. احنا بعد ما شفنا الحيوانات دي عايشة directions circle the parties of the plant and animals that you think help it to survive. تاني يا ميس، circle يعني ايه؟ اعمل دائرة. The parties of the plant، the parties of الأجزاء الموجودة فين بقى؟ في البلانت، النباتات، and animals، الحيوانات اللي انت that you think، اللي انت بتعتقد او بتفكر ان هي ممكن تساعد الحيوان دوت ان هو survive، يعني يبقى حيا. تاني، circle the parties of the plant and animals that you think help it survive. ضع دائرة حول الجزء الموجود في النبات او الحيوان اللي انت بتعتقد ان هو بيساعده على البقاء، زي ما قلنا هنا في الكامل قلنا الرموش، وقلنا الرجلين الكبيرة، وقلنا هنا ايه الشوك في الصبار، وهنا الفروة الكبيرة التقيلة بتاعت الدبة والمخالب بتاعتها، وهنا الاسنان الكبيرة بتاع سمكة القرش، والديل الكبير اللي بيقدر يعوم بيه بسرعة 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 وبسرعة بسرعة بسرعة يا حبايبي زي سمكة القرش الشريرة ديت. عاوزين نروح على البيج اللي بعدها. بيج ايه بقى؟ احنا لسه اهو في هاو تو كير. سوبر انيمال. ايه سوبر انيمال؟ الحيوان الخارق. يلا نشوف مع بعض ايه الحيوان الخارق دوت، وهيبقى خارق ازاي. هنشوف بقى كده الدايركشنز بتقول لنا ايه. invent your own animal with special parties to help it survive. تاني، invent يعني ابتكر، your animal حيوانك، with special parties الاجزاء الخاصة عنده، to help it اللي بتساعده survive. survive انه قلنا ايه يبقى حيا. طب احنا الاول عاوزين نعرف الحيوان اللي احنا هنبتكره دوت هيعيش فين يا ترى؟ هيعيش في الديزرت هابيتات، ولا السي هابيتات، ولا سنوي هابيتات، ولا في الهاوس؟ مين شاطر بقى هيقول؟ الديزرت يعني الصحراء، والسي يعني البحر، والسنو يعني التلج، والهاوس البيت الجميل اللي احنا عايشين فيه. شاطر شاطر شاطر، كلكم شاطرين عشان عرفتوا معنى الكلمات اللي انا قلتها ديت. كل واحد بقى يختار الحيوان اللي عاوز يبتكره، وعلى اساس كده يبتدي بقى يحطوا له الحاجات اللي هو يقدر يعيش فيها في البيئه ديت. يعني حاجات زي ايه يعني يا ميس؟ ما تفهمينا. حاجات زي ايه مثلا؟ مناقير واجنحه وريش ومخالب. يا ترى ده هيبقى طير يحط له الحاجات ديت، ولا هيحط له فرو وحراشيف واظافر كبيره، ولا هيكون عنده خياشيم واشواك ويقدر يعيش في البحر؟ يلا كل واحد يتخيل الحيوان سوبر انيمال الفظيع اللي بيقدر يتغلب على كل حاجه ويرسمه في المكان الفاضي دوت. وعاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي 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 قوي، ان احنا لازم نسمع كلام ماما كويس، وناكل كويس جدا جدا، ونذاكر كتير كتير عشان نبقى سوبر زي الحيوان الجميل اللي احنا رسمناه دوت. ونقول لمامي يا مامي بليز 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 شاركي الدرس مع اصحابي عشان يبقوا سوبر زيي. يلا يا حبايبي اقول لكم باي باي، بقول لمامي يا مامي ما تنسيش تعملي شير ولايك وسبسكرايب.